عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب صف ثاني، أتمنى تكونوا بخير دايما يا رب. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنعمل مراجعة عامة على الوقت. الورقة دي والنشاط ده هيوصلكم PDF، هنقدر نطبعه مفيش مشكلة. ممكن نطلع الدفتر بتاعنا ونبدأ نحل فيه سؤال بسؤال. شوف معايا كده السؤال الأول بيقول إيه؟ عبر عن الساعات الرقمية التالية بالحروف. تعالوا نقرأ كده الساعة المكتوبة قدامنا وهنبدأ نكتبها بالحروف. أنا عندي هنا قلنا بنكتب إيه؟ هنا بنكتب الساعة، وهنا بنكتب إيه؟ الدقائق. هنا مفيش دقائق، هنا كام؟ 11، الحادية، تبقى الساعة 11. طبعا ما عنديش دقائق، 11. نبدأ نكتبها كده بالحروف. طيب مفيش دقائق؟ لا، انا عندي صفار، ما عنديش اي دقائق، هنا الحادية 10 بالضبط. تمام. طيب تعالوا كده نشوف السؤال التاني بيقول لي ايه. هنا كام؟ هنا 5. هنا في دقائق؟ لا، يبقى الخامسة بالضبط، يبقى الساعة 5. خط جميل عندنا في المذكرة أو في الدفتر. هنا كام بقى؟ هنا 12، وهنا 5، تبقى الثانية 10 وخمس دقائق، الثانية 10. الثانية 10 أهو، تبقى كده على مهلنا. وخمس دقائق. تمام، كتبناها. نبدأ نشوف الساعة التانية اللي جنبها ايه. طيب تحتها في ايه؟ في الساعة الثالثة، هنا الثالثة وعشر دقائق، تبقى الثالثة. خط جميل كده. وعشر دقائق. تمام. طيب الأخيرة بتكام بقى؟ هنا الخامسة، برافو، وثلاثين دقيقة. 30 دقيقة أو 30 دقيقة دي ممكن نكتبها ونصف ساعة، تبقى الخامسة والنصف. ممكن نكتبها الخامسة وثلاثون دقيقة، مش أي مشكلة، الخامسة والنصف. أنا عندي الساعة كاملة 60، ونصها 30 دقيقة، يبقى الساعة الخامسة والنصف. طب لو كتبنا 30 دقيقة صح، مفيش أي مشكلة، يبقى الخامسة والنصف. طب هنعمل ايه يا شاطرين دلوقتي بعد ما خلصنا؟ نبدأ الصفحة اللي جنبها في الدفتر عندنا وفي ورقة، ونبدأ نكتب الساعات المكتوبة قدامنا بالطريقة الرقمية دي، هنكتبها بالحروف. وهنا عندي سؤال، اختبر ذكائك، يا ريت نبدأ تفكروا معايا كده. بيقول لي ايه؟ كيف تحصل على العدد 17 باستخدام الرقم 9 4 مرات؟ هستخدم الرقم 9 4 مرات بحيث ان يديني 17. طب دي هعملها ازاي؟ نبدأ كلنا نفكر ونشوف مين هيوصل معانا للإجابة الصحيحة. ومفيش أي حاجة صعبة إن شاء الله في درس النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.